بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا الملف الأزرق دائما يكون حاضر، وقضية الإيداعات سوف نستمر بالحرص والتدقيق فيها حتى آخر رمق، وأنا بشرحها متكاملة وبترك فرصة لأي سؤال إن شاء الله أنا أكون جاهز. قضية الإيداعات تضخم حسابات بعض النواب في مجلس 2009 وهم 13 نائب وهم على النحو الآتي: أقل 1,700,000 وأربعة منهم من 1,000,000 إلى 1,500,000 وثلاثة 3 ملايين دينار كويتي واثنين 4 ملايين واحد 6 ملايين وواحد 7 ملايين وأكثرهم 9,700,000. البنوك رأت هناك تضخم في الحسابات، قدمت بلاغ وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي إلى النيابة. النيابة تكلفت أمن الدولة وأيضاً وحدة تحريات المالية وحققوا معاهم. البعض اليوم يستنكر يقول شلون ترجعون أثر رجعي؟ احنا ما نتكلم بس أثر رجعي، خلينا نوضح الحقيقة وأبينها بكل أمورها. أولاً المادة 179 من الدستور قوانين الجزاء لا ترجع بأثر رجعي، هذا واضح، لكن تكلم عن وضع حالي، وضع قائم، واستشهد في أمثلة راح أوضحها لكم. فأمن الدولة عندما أجرى التحقيق حقق مع من تضخم حسابه، لكن الناس اللي هم قالوا اعترفوا بعضهم من 13 أنه أخذوا أموال من آخرين ما حققوا معاهم كلهم. في نقص في أيضاً التحقيقات من قبل وزارة الداخلية، ارفعوا الأمر إلى النيابة. النيابة رأت هناك قصور في التشريع، وبيان واضح في تاريخ 18 أكتوبر 2012 واذكروا الآتي على المشرع، وقالوا نهيب للمشرع تعديل قانون الجزاء وإقرار قانون تعارض المصالح وتعديل قانون غسيل الأموال. قدمنا قانون تعارض المصالح ونلزم الحكومة، البيان اللي أصدرناه كان واضح في نهاية تهني، حيث أن مثل هذه القضية لا تسقط بالتقادم. فهذه الجزئية الرئيسية اللي نركز عليها، فالأساس تعديل القوانين، وقمنا في هذا الدور وقرينا قانون تعارض المصالح. أيضاً هل تناسى البعض أن في اتفاقيات أيضاً تسد بعض الفراغ التشريعي وهي كالآتي: ولما كان عضو مجلس الأمة خاضعاً للأحكام التي تقرر جملة من القواعد التي تهدف إلى النأي بالعضوية النيابية عن مواضع الشبهات ومنع تعارض المصالح واستغلال المنصب بصفته للتكسب الخاص على المصلحة العامة، وهو موجود في الدستور الكويتي في المادة 108 و120 و121 وأيضاً من اللائحة الداخلية المادة 26، واستند على اتفاقية الأمم المتحدة الذي صدق عليها مجلس الأمة وهي بمثابة القانون في سنة 2006 والمواد 20 و21 و22 و23 و24. يوجد لدينا قوانين يفترض تفعيلها، وأيضاً قرينا قانون تعارض المصالح. أرد على الجزئية اللي بديت فيها، حققوا مع من تضخم حسابه، لكن عندما بعضهم اعترف أن في ناس أعطوهم ما حققوا مع مجموعة كبيرة منهم. هذا بالنسبة لي أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، لا نشكك في القضاء ولا النيابة العامة، أصدروا بيان والتزمنا في هذا البيان وقرينا القانون. بالإضافة إلى تاريخ 15/2/2017 في جلسة مجلس الأمة، جلسة علنية، ذكرت الأسماء وكيفية تضخم الحساب والمبالغ. فكل الأمور وضحناها بالحقيقة والبرهان والدليل. أيضاً الجزئية الأساسية اللي بوضحها، شنو صار بعد الجلسة؟ إقرار القانون اللي هو منع تعارض المصالح. ثانياً بعض القطاعات المصرفية استدعت من تضخم حسابه بعد الجلسة اللي في 15/2/2017 وطلبوا منهم تزويدهم في البيانات المالية، وإن كانت تجارة يعطونهم المستندات والرخص التجارية وأين مصدر المال، واستدعوا شخص آخر يعني 14 بعض البنوك. فما وقفنا عند هذا الحد، فالبعض لما يقول ليش تردون بثل رجعي، احنا قاعد نمشي بإجراءات نحترم الدستور اللي اقسمنا عليه المادة 179، لكن في قوانين وضعية موجودة وهي قضية قائمة، راح نستمر في
التدقيق فيها حتى آخر رمق مثل ما ذكرت، بالإضافة إلى أحد النواب اللي تضخمت حساباتهم، أنا رحت لأحد الوزراء وعطيته ما يثبت أنه دخل في حسابه 240 ألف، وهي القضية تابعة قضية سابقة أثناء تضخم الحسابات، وعبارة عن أربع دفعات تم توريده بحسابه، وقدموا شكوى وقبلت هذه الشكوى. فبالتالي القضايا السابقة ممكن الاستناد عليها واستمرار فيها حتى لو حفظت النيابة إذا في شق جديد أو بيان جديد. احنا لقينا شق جديد، واحد النواب تم تقديم شكوى، وذكرت في حال الحكومة تقاعست سيتم محاسبتها. فالبيان اللي صدرناه من المصلحة العامة والحد من التكسب الغير مشروع واستغلال السلطة. فلذلك أنا بترك مجال للأسئلة، أي سؤال يخص الموضوع ذاته أنا حاضر. فاهم عليك. يعني بس خلنا ندش على اساس السؤال فهمته. حلو. انا يا جماعه بس سمحوا لي اتمنى اختصار بالسؤال لانه راح يطلع بالتسجيل فتره طويله اكون ساكت فيها. يعني لكم الحق في اي سؤال. تكلمت عن ان شنو دور رئيس الوزراء هو ما له ذنب في الموضوع، بالإضافة إلى في قضايا عديدة مستشري الفساد، وانت احنا قاعد نرد على قضايا سابقة منها المجلس الأولمبي منها الإيداعات. اللي بيحارب الفساد يحاربه في كل أوجهه سابقة وحالية حساس نمنعها تكراره في المستقبل. أما الحكومة هو رئيس الوزراء ما ينشرف عليها المادة 127 من الدستور، وعليه تولي الإشراف والتنسيق بين الوزارات المعنية. فأي تقاعس من الحكومة نعم سيستجب رئيس الوزراء أو الوزير المعني. فمن يحارب الفساد يحاربه في كل أوجهه. هذه القضية قضية لا يمكن السكوت عنها. نعم تم إثارتها وراح نستمر في هذا الدور، والأصل هو الرقابة الحقيقية. في أي سؤال ثاني؟ محمد بالنسبة للنيابة في قرار حفظها ذكرت أن هناك نقص تشريعي وطلبت من المشرع أن يضر عدد من التشريعات، ثم الآن بس مستندين على تعديل لقانون أو إخلاق قانون تعارض المصالح، وماذا عن القوانين الأخرى اللي طلب تعديلات فيها سواء قسم طبعا قانون الجزاء وغسل الأموال تعديله احنا ماشيين في هذا الدور انه راح نعدل قانون غسيل الأموال، بالإضافة الى قانون تعارض المصالح هو الأهم. ليش يقول لك المنع التكسب الغير مشروع؟ هو القضية كيفت غسيل الأموال، ولكن باعتقادي انه مو غسيل الأموال. فالأصل سد الفراغ التشريعي عن طريق تعارض المصالح، عدم القبول الهدايا او العيني او الكاش او الشيكات او اي منفعة سواء المناقصات المشبوهة أو التجاوزات الواضحة، فلذلك تقدمنا بهذا القانون. المجلس السابق ناقش قضية الإيداعات في 25/6/2015، عندما هذه القضية يوم نوقشت أنا واحد من الناس وظلمت في الجلسة هذه، تكلموا كلام فارغ واستشهد في الآية الكريمة وتلك الأيام نداولها بين الناس. فخرج أحد النواب رئيس اللجنة في ذاك الوقت قال كلام فارغ لا استناد له ولا دليل، استخدم منصة مجلس الأمة وذكر أن ما في قضية إيداعات وقضية الشيوخ، واليوم يروح يركض بين أروقة هيئة مكافحة الفساد يقدم بلاغ يتكسب قد أمور انتخابية أو غيرها. وينك يوم كنت رئيس اللجنة؟ وينك؟ يعني بذاك الوقت تقول ما في قضية إيداعات ويقول رياض العتساني كلام مو صحيح. هذا الملف اطلع عليه أكثر من 20 نائب اللي وقعوا البيان ووقعوا طلب تخصيص ساعتين لكشف قضية إيداعات في 15/2017، وأيضا البيان في ليلة البارحة جلسة أمس وقعوا على البيان، كلهم اطلعوا
في منهم من وثق فيني واعتز في هذه الشهادة قال من غير لا أشوف أنا واثق فيك، والعديد منهم طلعوا على البيانات. فمو معقولة أكثر من 20 شخص يقدم لطلب تخصيص ساعتين كما ذكرت في 15/2/2017 تخصيص ساعتين لجلسة مخصصة للإيداعات، وأيضا يوقعون بيان البارحة من غير لا يطلعون. فنوضح القضية حقيقية وبدليل أن النيابة ما أنكرت، ايش قالت؟ قالت على المشرع تعديل قانون الجزاء وغسيل الأموال وإقرار قانون كشف الذمة المالية وتعارض المصالح، وهذا اللي احنا قدمناه، إقرار قانون كشف الذمة المالية في السابق وتعارض المصالح. لكن الأساس فيها ليش قلت أنا هالقضية؟ ترى حتى رئيس المجلس قال هدف لجنة الإيداعات في المجلس المبطل التستر. هذا الكلام عار عن الصحة، هذا نشر في الجرائد في ذاك الوقت. اليوم يفترض أن أوضح على الشعب الكويتي كل الحقائق. يعني لما شخص يستخدم وهو رئيس اللجنة منبر مجلس الأمة ويتكلم عن القضية غير حقيقية، وبالتالي موقفه اليوم لا يحسد عليه، بينت القضية حقيقية ووضحت الأرقام والمبالغ وأسماء النواب في جلسة علنية، وأيضا رئيس مجلس الأمة في ذاك الوقت ذكر ونشر في الصحف أن هدف لجنة الإيداعات، أنا كنت واحد منهم كعضو ونزلنا بيان في أكتوبر 2015 أن ذكرنا هذا الكلام عار عن الصحة، مو هدفنا التستر، إحنا رفقنا جميع الأسماء والمبالغ لكن أبطل المجلس. فأقول أنا أؤكد ما أذكره رئيس مجلس الأمة في ذاك الوقت وأيضا ذاك العضو رئيس لجنة الإيداعات عار عن الصحة، والكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، ولازم أثبته، أحفظ حقي وحق اللجنة في مجلس فبراير 2012. فذكرت أنا القضية بكل أمورها، العديد من النواب اطلع عليها، يعتقدون أنه راح نسكت عند هذا الحد. ترى لا يغركم اللي بيسوي شوشرة، يعني نائب حضر مجلس الأمة وقال أنه وينه، وأنا كنت موعدة في وقت محدد وتأخر، وبعدين طلبوا مني قناة الشاهد في ذاك الوقت أواجهه وجه لوجه في مقابلة علنية، وهو رفض. ترى أرد أكررها، هو رفض. فش عقا جاي المجلس ذاك النائب بعد، هذا ثالثهم، ويقول إن رياض وينه، غير إنك متأخر، نطرت وتأخرت عن الموعد، طلبوا مني أن أناظرك في مناظرة علنية، أنت اللي رفضت، ودخلت في مداخلة هاتفية في ذات الموضوع نفسه. ففي أي سؤال ما عندي شيء أخفيه، وأنا أقول جزيل الشكر لكل النواب من صاغ البيان، من شارك في البيان، لكن من يشكك فيهم ليش تشكك فيهم؟ بدلا أشد من أزرهم، بدلا أقول بالعكس استمر في هذا الشيء. كفاية لما يخرج شخص يقول أنك ما تقدر ترد بثل رجعي بمثابة، خلك الحين من القانون، نحترم القانون وأنا راح أطبق القانون، لكن هذا اعتراف ضمني. لو ماكو شيء ما قال لك لا ليش ترد بثل رجعي، كان قال لك روح. هذا اعتراف ضمني أنه في شيء. فنحن مو بس وقفت عند هالحد، أيضا ما تذكرون مجلس الإطاف اللي طلع نائب صوت وصورة في 12/4/2014 وذكر في التلفزيون أنه أخذ أموال من رئيس الوزراء وقدم الاستجواب اللي شطبوه. فهذا الأمر ما رح يوقف ما لم نحط حد وعائق ومحاسبة حقيقية، بيستمرون. ترى وظيفة النائب الرقابة والتشريع وتحقيق المصلحة العامة وقرار الميزانيات، مو دوره أنه يكبر ثروته ويحقق المكاسب الغير حقيقية، أو خلينا نقول على حساب المصلحة العامة والمصلحة الضيقة، أو دخول مناقصات مشبوهة، مو دوره هالشيء. ياما من النواب يدش المجلس ما عنده شيء ويطلع ثري. وبالتالي أيضا هناك نواب كثر وأكثر حققوا المصلحة العامة، لكن باختصر الجزئية الأساسية، مو دور النائب أنه يدخل المجلس ويكون ثراء فاحش. افترض النائب يركز على المصلحة العامة وهي المصلحة الوطنية وتحقيق طموح المواطنين. محمد أبو سلمة، كيف تستخدم قانون تعارض المصالح قضية اللي هي الإيداعات؟ وهل أنتم يعني تطمحون لتطبيقه بأثر رجعي؟
طلبت مني كيف يتم تطبيق قانون تعارض المصالح، هل يكون بثل رجعي؟ قانون تعارض المصالح راح يفعل في يوم الذي ينشر في كويت اليوم، وهذا ما قاعد نطالب فيه الحكومة الاستعجال في إقراره، تم الموافقة فيه بالإجماع. لكن الأثر الرجعي اللي قاعد نقوله هو في قوانين حالية موجودة، في قوانين اللي هي قانون عندك الأمم المتحدة اللي هو تجريم هذه الأفعال مادة 20، 21، 22، 23، 24 وافق عليها مجلس 2006 وبالإجماع، فبالتالي تعتبر بمثابة قانون. أي اتفاقية يصدق عليها مجلس الأمة فبمثابة قانون. فالحكومة مفروض اليوم أنك تسعى على هذا الأمر، وهنا ندقق عليها. وهم قد البعض يعتقد أن الاكتفاء في الجلسة في 15/2/2017، نعم من واجب وطني مثل ما وعد الشعب الكويتي أنه راح أكشف بالدليل والبرهان والأسماء والأرقام. في البعض يقول لك أنه ما ذكرته من أعطى، لا ذكرنا في منصة مجلس الأمة، ذكرت من استلم من تضخم حساباته والأسماء والمبالغ، وبعدين وراها بنقطة نظام ذكرت كونه انشطبت في المجلس مو مني، صار تصويت تقريبا التصويت كان 45 بشطب الأسماء و18 بالموافقة، كانت تقريبا العدد إذا ما يحضرني هذا العدد كان. لا، هو المهلة عادة اللائحة التنفيذية هي 6 أشهر، بس احنا ما نبي 6 أشهر، نبي بصفة استعجال بأسرع وقت ممكن. لذلك قاعد نطالب الحكومة، 20 نائب طالبوا، يفترض الحكومة تأخذها في عين الاعتبار وتنشرها في كويت اليوم، لأن هذا القانون ترى سنوات يطالبون فيه، مثل ما ذكرت دور العضو أنه يشرع ويراقب. أما بخصوص قوانين الجزاء يفترض أنه يتم تعديلها والنظر، لأن أغلبها قوانين ومواد قديمة، وأيضا قانون غسيل الأموال، تعرض المصالح تم إقراره، فكل قانون يحقق المصالح العامة يجب أن يتم البت فيه. في أي سؤال؟ يلا بارك الله فيكم، عسى الله يوفقكم جميعاً.